فريق المجمع البترولي ينتصر على فريق شمس المصري اليوم. كان تحكي لنا كيفاش عديتوا الماتش وكيفاش كان الانتصار؟ اليوم انتصرنا على الفريق المصري الشمس 3-0 ورانا فريمون فرحانين وجدنا هذه المباراه بالتدريب. جينا درنا لي ستاج. انا كثير فرحانين اليوم باسكو انا كاليفي دومي فينال وان شاء الله خير. مجمع البترولي ياخذوا بخطى ثابته نحو النهائي نجم نقولوا ولا؟ ان شاء الله احنا جينا لهنا باش نربحوا، جينا لهنا باش نفوزوا ودوك لازم نربحوا دومي فينال ومن بعد لازم ندواج غير ماتش بالواحد وان شاء الله نروحوا بعيد ونديروا حاجه مليحه هذا العام. اوكي شكرا لك.